هلا هلا، اهلا بكم في فيديو النهارده. زي ما انتم شايفين مش ذا سيمز 4 لاول مره في القناه. يب، دي بتلعب حاجه غير ذا سيمز 4. يا بعضكم طلب مني كذا مره اني العب لعبه تانية، يو نو. وانا بصراحه يعني مش بلعب العاب كتيره غير ذا سيمز 4، بريتي ماتش بلعب بس ذا سيمز 4. نادر لما بلعب حاجه تانية، خصوصا الفتره ديت. يعني كنت زمان يا كنت بلعب العاب مختلفه شويه، بس الفتره دي بلعب بس ذا سيمز 4، وهي لعبتي المفضله اساسا يعني. سو وطبعا ذا سيمز بشكل عام، سو قبلها ذا سيمز 3 والكلام ده كله. بس يا قلت يا خليني اجرب لعبه تانية اشوف هتعمل ايه في القناه، هيعجبكم النظام ولا ايه. طبعا شكرا من نول على انستغرام لانها هي اللي اقترحت عليا اللعبة ديت، Two Point Hospital. أول مرة أجربها، ما كنتش أعرف عنها أصلا، ما كنتش أعرف الاسم، ما كنتش أعرف أعرف عنها أي حاجة. And you know قعدت كام يوم كده أجربها عشان بس أشوف النظام بتاعها وبتشتغل إزاي والكلام ده كله. But now خلينا نبدأ سيف جديد ونشوف ايه اللي هيحصل. سو هي بيسكلي اللعبة، انا هعدي المقدمة دي، ممكن تشوفوها في اي حتة. بيسكلي اللعبة زي سيميوليشن لنظام المستشفيات او محاكاة للمستشفيات وكده. سو بيسكلي احنا كأننا منظمة بتشتري مستشفيات. سو في البداية خالص ده زي الجايد او المرشد بتاعنا، ودي أول مستشفى هنفتحها اللي اسمها هوكسبورت. So لنا هاي بلا 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 continue whatever. So ده اسم المنظمة بتاعنا Two Point Foundation. طبعا هنغيره أحطه دي Foundation. So creative. But yeah basically لو هنمشي كده شوية في الخريطة هنلاقي في مستشفيات كتير. So بعد ما نخلص من هاكسبورت او بعد ما نوصلها لتقييم معين، بعد كده هيتفتح لنا المستشفى اللي بعدها اللي هي اسمها لور بولوكس. بعد كده هتتفتح لنا المستشفى دي فلاترينج. بعد كده هيتفتح لنا كمان ثلاث مستشفيات انا اعتقد، او مستشفيتين من دول. وهكذا كل ما نخلص واحدة من المستشفيات او كل ما نوصل واحدة من المستشفيات لتقييم معين بيتفتح لنا اللي بعدها and so on and so forth. Basically simulation لمستشفيات. So خلينا نبدأ بالمستشفى الأولى and see how it goes. طبعا like I said انا already لعبت الجيم يعني. لما قالت لي عليها منول، ثانك يو منول باي ذا واي، ثانك يو ثانك يو سو سو ماتش، لانها اقترحت عليا اللعبه مرتين، مره زمان وقلت لها كنت لسه ما مشيتش شويه في القناه يعني، فقلت لها انه يا هحطها في بالي بات ميبي في المستقبل. بعدين رجعت اقترحت عليا تاني نفس اللعبه قريبا. I was like يا لازم اجربها. So thank you منور، حبيت الجيم صراحة، قعدت ألعب بيها شوية بس عشان أتعود على نظامها وكذا. And yeah it's so much fun, it's so addictive. So في البداية بيقعد يقول لنا هنا زي مهمات كذا على السريع بس عشان إيه نفهم، ويشرح لنا إيه المطلوب نعمله بلا بلا بلا. So أول حاجة هنحتاج نحطها في المستشفى هو الريسبشن أو يعني الكاونتر بتاع الاستقبال. أنا هحطه هنا تقريبا، وممكن أرجعه شوية عشان يكفي المكان قدامه، أحط شوية كراسي للانتظار وكذا. So الاستقبال عشان يشتغل لازم نحط فيه حد يشتغل فيه ونعمله من هنا من هاير. الاستقبال بيشتغل فيه assistants او ناس مساعدين او كذا. كل واحد من دول يعني دول الناس المتاحين ان هم يشتغلوا معانا، بس كل واحد منهم بيبقى عنده زي صفات معينه بيه. سو الشخص ده expensive سو هنصرف عليه فلوس اكتر من العاده. الشخص ده teacher سو teaching سبيد بتاعته او سرعه التدريس بتاعته اكتر 50%، ودي حاجه مش هتفيدنا كتير دلوقتي لانه اساسا نظام التيتشنج والتريننج والحاجات دي مش بتتفتح دلوقتي، هتتفتح بعد كده في مستشفى في المستقبل. الشخص ده موتيفيتد سو سرعته في العمل بتزيد 20% عن الطبيعي، وتايرلس سو بيشتغل اوقات اطول قبل ما يتعب او يحتاج ياخد بريك او كده. لكن كل واحد منهم برضو مش بس عنده الصفات بتاعته، عنده السكيلز بتاعته. So الشخص ده عنده 3 سكيلز، حتى لو تلاحظوا السكيلز برضو بتتناسب مع كمية مع الليفل اللي هو فيها او كمية النجوم اللي عنده او الستارز اللي عنده او كده. So الشخص دوت بيزيد الهابينس او السعادة للناس اللي حواليه او للمستشفى كلها، I'm not sure بالظبط. المهم بيزيد الهابينس بنسبة 10%، ومتدرب في الكاستمر سيرفيس وكاستمر سيرفيس 2 زي كأنه واخد 2 كورسز او كده. طبعا الكاستمر سيرفيس مهم للشغل في الريسبشن وكده. الشخص ده عنده برضه كاستمر سيرفيس وكاستمر سيرفيس 2، وعنده اللي هو الموتيفيشن
متدرب في الموتيفيشن سو عنده 10% سبيد او سرعته في الشغل بتزيد 10% عن المعتاد. سو ام بريتي شور اني هاخد الشخص ده يعني لانه دوت مش هيفرق كتير عن كندل, مش هيفرق كتير عن لوسيندا, بس المشكله اللي كندل ان هو سعره غالي على الفاضي وخلاص. سو ام تيك ذس وان واي ذا فريك نوت. سو جاست لايك ذات هي هتروح تقعد على الكرسي وتبدا شغلها. تاني حاجة في التو مسجز اللي طلعت دلوقتي قالنا ان احنا ايه محتاجين او برضو عشان انا هعمل باز عشان ما يعديش الوقت على الفاضي واحنا لسه بنجهز المستشفى. لحد دلوقتي المستشفى لسه ما اشتغلتش لانه ما عندناش لا دكاترة ولا غرفة فحوصات ولا الكلام ده كله. سو اول روم هنحتاجها اللي هي الجي بيز اوفيس او اللي هو الجنرال براكتيشنر او زي الطبيب العام بيسكلي. سو دلوقتي مفتوح لنا زي روم واحدة او غرفة واحدة, بعد كده لما نمشي ونتقدم في المراحل حلو كده هيتفتح لنا رومز تانية كتير. وهنا لما بتختاروا مثلا انا مختارها بس مثلا الجي بيس اوفيس هيطلع لنا هنا زي الريكويرمنتس بتاعها الليفل وسعرها الحالي والكلام ده كله. سو اقل مساحه ممكنه للروم عشان تشتغل لازم تكون 3 في 3 طبعا, والافضل انكم تزودوا الغرفه شويه عن مساحتها المينيمم عشان يو نو تزيدوا سعاده الناس والكلام ده كله. سو انا بزيد يعني بحب ازيد اتليست نقطة واحدة زيادة. Let me think اوزع الدنيا هنا ازاي. لو حطينا هنا 3 وتانية 3 غرف تانية 1 2 3 غرف كمان, or maybe احطه 4 زي كده واحط في الركنة دي. في الركنة دي ممكن احط حمامات واحط هنا زي الريسبشن او you know كراسي الانتظار والكلام ده كله. maybe احط المنطقة دي للأكل والشرب والانترتينمنت وكذا. احط هنا مكاتب او غرف يعني الاطباء وممرضات وكذا, وفشاه هنا بعدين هنا في ظهرهم. yeah I think yeah. وطبعا هنا الباتن ده ممكن تزيده في حجم الغرفة والباتن ده ممكن تنقصه من حجم الغرفة. بس انا لو حطيت مثلا الغرفة هنا ممكن احط جنبها كمان 1 2 3 4 وبعدين 1 2 3 ها. يا اعتقد اني هعمل كده, اعتقد اني هعمل كده. ولو تاخدوا بالكو دلوقتي بدأ يحط لنا السعر للغرفة لاننا بس بنينا زي الجدران بتاعتها. سو سعرها الحالي 5000 دولار والليفل بتاعها 1. كل ما زدنا عدد الايتمز والحاجات اللي بتتحط في الغرفه كل ما زاد الليفل بتاعها, وكل ما زاد الليفل الرومز المختلفه في المستشفى كل ما زاد ليفل المستشفى بشكل عام, وده طبعا شيء في صالحنا obviously. بعد كده بنحط الباب بتاع الغرفه ونحط لهم شباك عشان ينبسطوا ويرتاحوا ويبقى كل حاجه قشطه. وبعدين كل غرفه من الغرف فيها حاجه خاصه بيها, حاجة يونيك للغرفة دي. وبعدين في حاجات بتبقى مشتركة بين الغرف كلها, يعني مثلا في غرفة الطبيب العام ده المكتب دي حاجة خاصة بس بالغرفة ديت. مثلا الفايلين كابنتس دول او الدراج دي بتلاقوها في كل الغرف بيسكلي. واحط لهم بن. الطفاية الحريقة هحطها برا, مش لازم احطها, او مابي احط في كل غرفة طفاية حريقة I don't know. المهم خليني احط لهم نبات عشان ينبسطوا وبوستر. pretty much هي دي الحاجات المتاحة اساسا, مفيش حاجات تانية مفتوحة. طبعا مع الوقت ولما نتقدم في الليفلز وكذا هيتفتح لنا حاجات اكتر ممكن نحطها, وممكن كمان نشتري حاجات او نعمل unlock للحاجات دي كلها عن طريق العملة اللي هي الكيز, بناخدها برضو لما نكمل مهمات وحاجات زي كده. So basically أنا دلوقتي خلصت من الروم. So just click هنا and boom الروم اتبنت. بعد كده عشان الروم تشتغل لازم حتى لما أعمل play هيطلع لنا دكتور روم. So محتاجين نهاير الدكتور أو نشغل معانا الدكتور عشان you know عشان المستشفى تشتغل او عشان يشتغل basically في المكتب ده. so زي الاسيستنتس برضو الدكتور كل واحد عنده oh my god stupid كل واحد عنده زي صفات معينة خاصة بيه. so الشخص ده stupid. so سرعة التعلم بتاعته بتبقى اقل 25% وtoilet rage. So لما بيحتاج يدخل التويلت او بيبعوز يروح الحمام يعني بيبقى غضبان او الهابينس بتاعته بتقل بنسبة 10%. الشخص الثاني lazy. so بياخد breaks عدد مرات اكتر من البريكس خلال فترة شغله. funny بيخلي الناس بتضحك. و short temper لما
بيغضب او كده بيبقى يعني بيغضب غضبة محترمة. كمان السكيلز اللي عندهم سو هما الاثنين عندهم السكيل بتاعت الجنرال براكتس ودي حاجة هتفيدهم مرة في الشغل في ال you know مكتب الطبيب العام، وبعدين هنا عنده دوت الدياجنوستكس سو دقة تشخيصه للمرضى او كده بتزيد بنسبة 10%، والشخص دوت عنده treatment so جودة علاجه so في التشخيص وبعدين في العلاج ده العلاج بيزيد بنسبة 10%. بس مش عاجبني صراحة ان هو بياخد breaks كتير والكلام ده كله. maybe I'll take this one اي حاجة وخلاص، بعدين نرميه في المكتب تبعه وهشغل الجيم كده المستشفى هتبدأ تشتغل. yeah the hospital كده open so يعني دول أقل حاجة ممكن نعملها بس عشان نشغل المستشفى. هنا بيقول لنا ازاي نعمل زوم روتيت وبيتش الكاميرا you know دروس عشان بس نفهم الجيم ازاي بتشتغل، لأنه دوت like I said save game جديد. أنا حاسة إنه ده بقى بعيد قوي شوية so maybe هقربه شوية من المدخل. yeah يا بيكفي المكان ده لكم بنش او كرسي يقعد عليه. ان يا بريتي ماتش دلوقتي لازم نستنى لانه لسه احنا في المقدمه مش مفتوح لي اساسا حاجات تانية ممكن ابنيها او كده، سو لازم استنى ان احنا ندياجنوز بيشنت او ان احنا نشخص اول مريض عشان بعد كده يتفتح لنا حاجات. يب اوريدي عمل له دياجنوسس سو في هنا زي مسجز بتيجي كل ما يحصل حاجة في المستشفى، مريض محتاج غرفة جديدة تتفتح له عشان يكمل علاج، زي تشالنج جديد قال لنا او في حد جاي المستشفى يعمل تقييم، كل الحاجات دي بتظهر في المسجز بتطلع زي ايكونز رايت هير. سو دلوقتي المريض اللي دخل عند الطبيب العام دلوقتي تم تشخيصه بس لسه محتاج علاج او تريتمنت، سو محتاجين فارماسي عشان ياخد العلاج منها او اللي هي الصيدلية يعني. سو بيسكلي عندنا خيارين، بيقول لنا او المستشفى بتاعتك ما فيهاش صيدلية بس المريض دوت محتاج يروح الصيدلية، سو عاوز تبعته البيت ولا عاوز تخليه يستنى على ما تبني صيدلية. you know شيء واقعي للغاية، سو هقول له استنى هنا ومش بيستنى للأبد يعني. فوق راسه دلوقتي هيتحط عداد معين انه هو بعد 234 ثانية هيمشي ويسمنا ويبقى غضبان، وبالتالي الريبيوتيشن او سمعة المستشفى هتقل، ودي حاجة برضو لازم برضو ناخد بالنا منها يعني مش بس الليفل بتاع المستشفى كمان الريبيوتيشن. الليفل بيبقى على حسب حجم المستشفى وحسب الناس اللي شغالين فيها وعدد الايتمز والغرف والحاجات اللي فيها، انما الريبيوتيشن او سمعة المستشفى بتبقى على حسب مثلا هل في ناس كتير بيموتوا عندنا، هل في ناس كتير بيتشخصوا تشخيص غلط او بيدلهم علاج غلط او بيطلعوا من غير ما يتعالجوا والكلام ده كله. So خلونا نبني يا اتفتح لنا روم جديدة اللي هي الفارماسي او الصيدلية. So برضو المينيمم روم سايز بتاعها 3x3 بتلاقي كالسد، دايما بحب اضيف just one بزيد زيادة واحدة بس عن المينيمم او اللي هو اقل حاجة ممكنة يعني بس عشان الروم تشتغل، لانه بيكونوا الناس اللي شغالين فيها بيكونوا اسعد لما تكون الروم شوية اكبر. يعني مثلا شفتوا الفارماسي الحاجة اليونيك بتاعتها او حاجة الخاصة بيها هو الدراج ميكسر، لكن بقية الحاجات نفس الغرف التانية بالضبط، وهكذا في كل روم جديدة هيتفتح لكم حاجة معينة هي بس الجديدة، بعد كده بقية الحاجات pretty much هي نفسها في كل الغرف. So yeah plant same. طبعا الديكورات والحاجات دي بتخلي الناس مبسوطة، بتزيد الهابينس بتاعتهم، بتزيد attractiveness بتاع المستشفى اللي هو انها تكون جذابة اكتر يعني. ودلوقتي الروم دي لما بكليك عليها بيطلع لنا هنا الانفورميشن بتاعها، طبعا في حاجات كتير في الكيو الانفو بلا بلا بلا، بس دلوقتي اللي عاوز اوريه لكم هي الغرفة دي محتاجة نيرس، لانه في غرف بتحتاج دكتورز وفي غرف بتحتاج نيرسز وفي حاجات بتحتاج اسيستنت زي مثلا مكتب الريسبشن وكده. سو عشان الغرفة دي تشتغل لازم نعمل هاير لنيرس، والنيرس دي عندها سكيلز كتير انها بتشتغل كويس في الفارماسي، نسبة التشخيص بتاعتها عالية ونسبة العلاج بتاعتها عالية مرتين. خلينا نشوف الصفات بتاع انا هايجينيك سو الشخص ده مش نظيف. that's not good. خلينا نشوف this one dirty يعني اسوأ واسوأ كمان، سو خلينا ناخذ الشخص ده وخلاص مع انه مش نظيف بس whatever يعني مش نظيف
أحسن شوية من إنه يكون dirty. كمان في حاجة مش عارفاها، قولولي لو عارفين الجيم ده، بالله إيه الفرق من الرقم دوت اللي هو 31,000 والrecruitment fee اللي هو 5,000 whatever؟ إيه الفرق بين دول؟ مش عارف صراحة. I have no idea. Oh, it's right here. Oh my god. I'm so... Listen, اللي شايف فيديوز قبل كده رجع عارف إن أنا حد عبقري. So أنا حد عبقري يا باي ذا واي، لو مش عارفين لازم تعرفوا إن أنا حد عبقري. So yeah, so السالري بتاعهم ده الراتب بتاعهم وده الريكروتمنت فيه. So زي ده مبلغ بيندفع بس في الأول بس عشان يقبل إن هو يشتغل عندنا، بعد كده ده الراتب اللي بياخده كل شهر ولا كل سنة، مش عارف رواتبهم بتتحسب بالشهر ولا بالسنة. أبنو أيديا. المهم إن إحنا دلوقتي عندنا المريض اللي كان بيستنى الفارماسي دلوقتي ايه؟ هيروح الفارماسي عشان ياخد العلاج تبعه، وبقت المهمة الحالية بتاعتنا ان احنا نكيور ا بيشنت او ان احنا نعالج او المريض هيتعالج في المستشفى ايفر. وطبعا في جاد الانيميشن صراحة بتاعت الجيم سو فريكين كيوت، والجرافيكس ودي اكثر حاجة عجبتني فيها، لانه في العاب برضو تانية فيها زي سيميليشن نظام مثلا بريزن اللي هو السجن وحاجة زي كده. في لعبة مرة مشهورة برضو سيميليشن لبريزن، مش فاكرة اسمها بالضبط ايه بس مشهورة وكتير ناس بيلعبوها، بس المشكلة ان الجرافيكس بتاعها مش عاجبني، وانا صراحة مش بقدر استحمل العب جيم الجرافيكس بتاعها مش حلو، حتى لو نظام اللعب حلو بس يعني I don't know. الجرافيكس بالنسبة لي شيء مهم. So الريبيتيشن بتاعنا زاد شوية لان احنا عالجنا بشكل صحيح اول مريض عندنا. So like I said الريبيتيشن بيزيد ان احنا كل ما نعالج ناس اكتر وكذا. So بعد كده هنحتاج janitors and maintenance. So خليني اعمل pause ونبص على انواع الناس المختلفين اللي ممكن يشتغلوا في المستشفى. Pretty much عندنا بس اربع انواع من الناس اللي ممكن يشتغلوا، اللي هو doctors, nurse, الاسيستنس، وفي نوع رابع والاخير اللي هو الجانيتورز. بيسكلي الجانيتورز هم اللي بيعملوا، بيسكلي الجانيتورز اللي هم عمال النظافه وعمال الصيانه والمينتنس والاصلاحات والحاجات دي كلها بتدخل تحت كلمه جانيتورز في الجيم دي، لانه مثلا النباتات اللي حطيناها ديت هتحتاج انها تتسقى كل فتره، وحتى لما احط الماوس على واحد منهم هيبين ان هو ايه محتاج اصلاح بالمقدار الفلاني، او دي مثلا ايه بدات تحتاج ميه شويه لانه الشريط الاخضر تبعها ناقص شويه، دي لانها اجدد منها او لسه حاطينها دلوقتي لسه ايه الشريط الاخضر بتاعها او شريط الاصلاح بتاعها يعني مليان الاخر، سو مش محتاجه صيانه دلوقتي. كمان الاجهزه ديت الاجهزه الكبيره اللي زي كده الدراج ميكسر وبتاع، هنا المكتب مش هيحتاج صيانه، بات الجهاز ده هيحتاج صيانه دوريه مع الوقت واصلاحات وكده. لو ضل من غير ما يتصلح او يتعمل له صيانه هيسبب حريق بعد كده. This reminds me اني محتاجه احط طفايه حريق في مكان ما، ميبي احطها عند الباب right here، وبعد كده اساسا هيدينا واحده من المهمات ان احنا نحط طفايه حريق. pretty much هو قايل لنا هنا please two extinguishers. So انا اوريدي كنت حاطه واحده في كل غرفه بس خلينا نحط واحده برا مش مشكله. الجانيتورز كمان هم اللي بيطفوا الحريق وبيعملوا الحاجات دي كلها. So اي حاجه اصلاحات تنظيف هم اللي بينظفوا التويلتس. كمان التويلتس هتتفتح لنا بعدين، هيتفتح لنا نوع من الرومز اللي هو التويلتس. So خلينا نختار الجانيتور ده grumpy so بينقص الهابينس 10%. entertainer argumentative hungry expensive كلهم صراحة صفاتهم مش قوي. so الشخص ده عنده stamina training معناته مش بيتعب إلا بعد فترات أطول من الشغل، so ممكن يقضي فترة أطول من غير ما يتعب أو ياخد break أو الكلام ده كله، ودي حاجة مفيدة. ده بيزيد الهابينس 10%. this one عنده اللي هو maintenance skill، عنده 30% زيادة في maintenance skill، وكمان عنده اللي هو stamina training. maintenance skill اللي هي maintenance اللي هو الصيانة أو حاجة زي كده، so ده هيفيدنا في إصلاحات الأجهزة وكده، وكمان عنده قصة اللي هو الستامينا، حاسة إن ده أحسن حد صراحة. so ده بس بيتحط كده في المكان المفتوح بتاع المستشفى، هو بيبدأ يشتغل ويشوف إيه الحاجات اللي محتاجة صيانة، إيه النباتات اللي محتاجة تتسقى، إيه الحاجات اللي محتاجة تتنظف والكلام ده كله. وبعدين هنا بيقول لنا درس مهم برضو، إنه إحنا لازم ناخد بالنا من الهابينس أو السعادة بتاعت الناس اللي عندنا، سواء الصاف الناس اللي شغالين عندنا أو البيشنتس
اللي هم المرضى، وده يتطلب ان احنا ناخد بالنا من مستوى البوردم بتاعهم او مستوى الملل، لازم نديهم حاجات to entertain them، ومستوى العطش والجوع والكلام ده كله، so لازم نحط لهم entertainment food and drinks وcomfy seats، معناته لازم نحط لهم كراسي يقعدوا عليها، خصوصا عند الانتظار هنا اول ما يدخلوا، او عند غرف الدكاتره والنيرسز والكلام ده كله. So I'm gonna do that right now. وكمان هنا حطت لنا you know مهمات، so حط 2 benches, 1 leaflet stand, 1 drink machine, 1 snack machine عشان نتيك كير اوف اول ذيس ثينجز. طيب خليني احط البنشز right now، احط واحد هنا واحد جنبه، وبعد كده هحط 2 برضو في الشوم هنا، بس خليني احفظ الفلوس for now، مش هضيعها كلها دلوقتي. وكمان هحط لهم بنش هنا عند you know المكاتب، عشان لو في كيو او طابور او كده، لو الدنيا زحمة يبقى في كراسي يقعدوا عليها بدل ما يستنوا هم واقفين، ودي حاجة هتقلل الهابينس بتاعهم. في كمان هنا الدرينكس ماشين، يا هخلي المنطقة دي كلها للانترتينمنت والكلام ده كله، so maybe هحطها right here، maybe احط دي جنبها، وفي ظهره ممكن احط حاجات تانية، it's fine، ما تدقوش كتير على اللاي اوت. I don't know، we'll see how it goes. احط لهم بن برضو عشان لو عنده، لو اي حد عنده مخلفات او كده يرميها في البن. maybe احط واحدة right here، لانه like I said هبني هنا برضو التويلت، so دي هتبقى هنا في الزاوية. اللي في الستاند زي الستاند بتاع المجلات والحاجات زي كده، so دوت بيقلل الملل بتاعهم وبيديهم انترتينمنت. وخليني احط لهم هنا نبته عشان ينبسطوا، ونبته هناك جنب الكراسي عشان ينبسطوا برضو، وبعدين احط لهم بوستر. ياو استنى عليا خليني اخلص اللي بعمله. سوينا بيقول لنا ياو الستاف بتاعك او الناس اللي شغالين عندك هيحتاجوا ياخدوا بريك كل فتره والتانيه، يعيدوا طاقتهم، يسترجعوا نشاطهم والكلام ده كله، سو هحتاج ابني لهم روم اتفتحت جديده لينا اسمها ستاف روم، اللي بياخدوا فيها البريك او يو نو اللي بياخدوا فيها البريك بتاعتهم. بعد خلوني احط لهم بوسترز في الاماكن برضو عشان تزيد الليفل بتاع المستشفى، وكمان تحسسهم بالسعاده اكتر. هو البوستر ده لما تفروا عليه مثلا بيimprise the hospital attractiveness and room prestige. so the attractiveness اللي هو إنه تكون مستشفى جذابة يعني، so ناس أكتر يحبوا ييجوا كده، والroom prestige ده basically بيزيد the level بتاع كل room، وبالتالي بيزيد the level بتاع المستشفى ككل. like I said before، so أحط لهم برا البنشز هنا بوستر عشان you know هم قاعدين يبلفوا رسم لورا ويتفرجوا على البوستر، وده حاجة زي ما انتوا عارفين مهمة جدا لصحة الرقبة، ان هما يبصوا لورا طول الوقت. بس يا محتاجين دلوقتي نبني الستاف روم او غرفة الراحة بتاعت الستاف او كده، احطها فين هو ده السؤال. سو خطتي اني ابني هنا كمان غرفة بعد كده ما يتفتح لنا، وبعدين هسيب زي ممر هنا، وابني كمان غرف هنا، وفي ظهرهم برضو غرف، وميبي يا ميبي هسيب ممر كمان هان، وبعدين هبني غرف تانية هنا. so maybe the staff room هحطه right here في الزاوية دي. let me see، انا لو هسيب من هنا ممر طوله 2، وبعدين هبني هنا مثلا غرف عرضها 4، وبعدين غرف تانية عرضها 4، وبعدين هسيب ممر 1 2، وبعدين هبدأ من هنا. so yeah ياو مش راضي يبني ليه. anyways خليني احذف دول. او يا عشان ما ينفعش ابني مش لازقين في بعض. so pretty much بس كبير قوي كده، 4 في 6، هو المطلوب اقل حاجة 3 في 2، so maybe اخليه حد هنا وخلاص، انه 5 في 4 مثلا، 5 في 4 sounds good، خلينا في 5 في 4. so احط لهم الباب right here. طبعا هنا الستاف روم بقى فيها حاجات مش موجودة في الغرف التانية، لانه basically يعني مش غرفة علاج ولا اي حاجة زي كده، بس غرفة استراحة واستجمام والكلام ده كله. سو حط لهم الكنبتين هنا وشهم في وش بعض، عشان you know كل واحد منهم يقعد وشه في التاني ويتأملوا في الوجوه الجميلة بتاعت بعض، و yeah ويحسوا بحلاوة الحياة وكده. سو وحط لهم برضو drinks machine و snacks machine برضو في غرفتهم، بدل ما you know لو حد منهم بياخدوا استراحة بدل ما يطلعوا يروحوا للماشينز اللي برا، يكون عندهم حاجاتهم هنا في الغرفة بتاعتهم.
هحط لهم برضو طفاية حريق جنب الباب right here، هحط لهم شبابيك عشان يبصوا على الدنيا ويشوفوا الحياة في الخارج، and by خارج I mean المستشفى نفسها. مش عارفة صراحة هي فايدة الويندوز، but sure اللوكرز أو زي الدواليب أو كذا. I mean أنا بترجم كلمة lockers ليه أساسا؟ I'm pretty sure كل الناس عارفين يعني إيه lockers. So خليني أحط لهم أربعة عشان ما يقعدوش يتخانقوا، oh no أنا أخدت اللوكر دي قبلك، no أنا أخدتها قبلك. You know أنتوا عارفين زي ما أنتوا عارفين الدكاترة تافهين وبيتخانقوا طول الوقت، so لازم نديهم خيارات كتير عشان ما يتخانقوش كتير. so خليني أقدمهم برضو نبتتين عشان ينبسطوا، خليني أحرك دي شوية هنا ونديلهم زي ما انتوا عارفين لازم واحدة ورا الكنبة عشان صحة الرقبة وزي كذا، وواحدة right here because why the frick not. yeah وصلنا level 3 which is nice و pretty much خلينا نحط لهم one arm chair عشان نبقى استخدمنا كل حاجة موجودة وخلاص. let's put it right here. يعني ابداع في التصميم صراحة، المفروض ابقى interior design. yeah الغرفة دي طبعا مش هتحتاج ان احنا نشغل حد فيها، وهنا حطت لنا who can use it so basically كل انواع الستاف ممكن يجي يرتاح في الغرفة دي which is nice. yeah في عندنا هنا message item controls basically بيعلمنا ازاي نحط الايتمز، ازاي نحركها، ازاي نعمل لها نبيعها، ازاي نعيد تحركها والكلام ده كله. yeah so بقى عندنا staff room. yay المستشفى عمالة تكبر، وطبعا مع الوقت كل ما تكبر المستشفى اكتر كل ما يتفتح لنا rooms اكتر وايتمز اكتر وحاجات كتيرة ممكن نعملها. اوكي سو هنا دلوقتي بيقول لنا دلوقتي انت بسطت الناس، حطيت لهم drinks وفود سو بيقدروا ياكلوا ويشربوا، وبيسكلي بعد كده هيحتاجوا يروحوا الحمام. سو اتفتح لنا دلوقتي التويلتس. التويلتس بيبقى 3 ب2 بس، سو هيحتاج مساحه صغيره، بس برضه دايما بحب اكبر لهم التويلتس شويه، سو احط لهم 3 في 4. يلا انبسطوا. طبعا التويلتس بيبقى في التويلت كيوبيكلز نفسهم، سو احط لهم 3 برضه عشان ما حدش يقعد يتخانق مع التاني انه oh no انا جيت هنا قبلك، نو التويلت ده بتاعي والكلام ده كله. والسينكس عشان you know لازم كل واحد يغسل ايده زي ما انتوا عارفين. طبعا غسل الايد على فكرة كان موجود من زمان، يعني مش لسه مكتشف دلوقتي في زمن الكورونا، يعني الناس من قبل كده برضو كان المفروض تغسل ايدها وكل حاجة. يب عايز احط سينك كمان. يب 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 I can do it. نايس nice. وفي الهاند درايرز اللي هو اللي بينشف الايد whatever whatever. So you think yeah ممكن احط 2 هنا. nice nice very nice. ممكن احط بن كمان. I'm put it right here. extinguisher خلينا نحط طفاية في كل غرفة why not. مش هتتحط so it's fine مش لازم. واحط لهم plant في نص الحمامات because why not خليهم ينبسطوا you know. وبوستر فوق الزبالة، اول ما حد يجي يرمي منديل ولا اي حاجة لازم you know يستمتع بالبوستر. so yeah بقى عندنا حمامات cool. وطبعا لانه في البداية مرحلة البداية شوية بتبقى يعني ايه محدودة شوية، لانه مش بتفسح لنا حاجة الا لما نخلص الحاجة اللي قبلها ويطلع لنا مهمة جديدة يقول لنا يو انت دلوقتي محتاج تعمل الحاجة الفلانية سو لازم نستنى شوية. but yeah دلوقتي محتاج انه further diagnosis يعني التشخيص اللي ممكن يتعمل دلوقتي بالغرف الحالية اللي عندنا وبالستاف الحالي مش بيكفي، لازم نعمل غرفة تانية اللي هي general diagnosis. يا هنا بيكلمنا على hospital level and what not عشان ياخدوا فيها تشخيص زيادة وكذا. طبعا للأسف الغرفة دي هتبقى صغيرة سو الستاف اللي فيها مش هيبقوا مبسوطين على الآخر، بس يعني it's fine it's fine. سو ده السرير اللي هيقعد فيه المريض لا يتفحص، ودي غرف وده whatever ده اليونيك ايتم بتاع الغرفة ديت. ويحتاج هنا ويندو ونحط لهم فايلينج كابنتس you know المعتاد اللي بيتكرر في كل الروم. بن right here، طفاية حريق right here، وبلانت عشان ينبسطوا، وطبعا البوستر خلينا نحطه هنا قدام يعني عشان كمان مش عاجبني مكانه هنا. نو 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 خليه يا خليه right here عشان المريض وهو نايم هنا يبص يشوف البتاع قدامه على طول. سو يا بريتي ماتش كده خلصنا الروم ديت. ويا لو كليك عليها دلوقتي هيقول لنا انا محتاجه نيرس سو هاير انذر نيرس. يا النيرس ده عنده
funny weak bladder. weak bladder معناته يروح يحتاج الحمامات أكتر من المعتاد، بس عنده السكيل بتاعت الدياجنوسيس أو بيقدر يشخص بنسبة 10% أكتر، وده هيفيد في الغرفة دي. So let me take this one. بقى عندنا دلوقتي two nurses وone doctor one assistant and one janitor. ولما يجيلنا واحد زي كده من الستاب بتاعنا عليه العلامة دي معناته إن هو on break، ولو ضغطنا عليها يطلع لنا فعلا إن هو on break 17 يوم. That's funny. Yeah, طبعا كل شخص لما بنضغط عليه بيطلع لنا معلومات عنه كتيرة. So the feeling بتاعته هو حاسس بيه دلوقتي، والtraits بتاعته ونسبة الhappiness ونسبة الenergy ويعني معلومات عامة عنه. بعد كده yeah يطلع لنا بقى قصة انه في مرض منتشر في المنطقة اسمه lightheadedness. عشان يتعالج لازم نحط يا لما يطلع ايقونات زي كده على المكان، سو مثلا هنا في غرفة الطبيب العام وهنا على الاسنسن، معناته ما فيش حد بيشتغل في المكان ده دلوقتي. و I'm pretty much لانه طبعا الاسيستنت on break بياخد استراحة، سو دلوقتي ما فيش حد بيشتغل هنا في الريسبشن ديسك او الريسبشن كاونتر. والطبيب العام باي ذا واي لو ضغطوا رقم واحد من الكيبورد او من هنا فتحتوا الستاف، كل ما افتح حاجه يطلع لي دروس، هطلع لكم الستاف بتاعكم وكل الناس اللي شغالين عندكم كده، وتقدروا بشكل سريع بدل ما تقعدوا تدوروا عليهم في المستشفى فين، تقدروا بشكل سريع تشوفوا هم فين وبيعملوا ايه. سو مثلا الاسيستنت ده اون بريك، ولو ضغطت هيطلع لي هو فين بالظبط، والدكتور بريتي ماتش اون بريك برضه لسه طالع من المكتب دلوقتي، عشان كده طلع لنا الايكون انه ما فيش حد شغال في المكتب ده دلوقتي، which is very handy يعني حاجه مفيده قوي ال you know ال UIs اللي بيطلع ده وكده. yeah بس المهمه دلوقتي الحاليه ان احنا نبني كمان غرفه للطبيب العام ونهاير كمان دكتور، لانه اكثر حاجه بتستخدم في المستشفيات صراحه هي الطبيب العام. لانه حتى انا في الجيم الاولاني اللي كنت بجرب فيه، بعد كده حتى يعني لما بوصل المستشفيات اكبر وكل ما كبرت المستشفى دايما بيضل غرفه الطبيب العام هي اهم غرفه ببني منها، تقريبا مثلا ممكن اربعه او مرة وصلت ان هم بقوا ستة من كتر الناس اللي جايين كلهم عاوزين طبيب عام، وناس كتير قاعدين قدام غرفته وكذا. So هنحتاج كمان غرفة طبيب عام، هنحتاج دكتور كمان يشتغل فيها obviously. وبعد كده المرض اللي قال لنا انه هو يعني المرض اللي منتشر في المنطقة دلوقتي اللي هو lightheadedness زي مرض جديد منتشر في المنطقة، عشان يتعالج لازم نعمل له deluxe clinic، ولازم يتفتح لنا الديلكس كلينيك هنا في الرومز. لازم نعمل المهمتين دول، ان احنا نخلي المستشفى ليفل 4 اللي هو الليفل دوت، احنا طبعا الليفل تبعنا الحالي 3 لازم نطلعها على ليفل 4، وكمان لازم نكسب 15000 دولار من ارباح المستشفى. طبعا باي ذا واي هنا الماني بتاعنا الماني الحالي 175000 دولار، ولما احط الماوس على هنا بيطلع لنا الريفنيو والاكسبنسز، معناته الربح وال الاكسبنسز اللي هي المدفوعات او الحاجات اللي بندفع عليها فلوس رايت ناو، سو رواتب الموظفين واي حاجه تانية بيدفع عليها فلوس اي دونت نو. سو في الاخر يعني صافي الربح بيبقى اللي هو 6000 دولار، مش عارفه ده بيكون في الشهر ولا ايه، ولا في اعتقد في الشهر الحالي او في النقطه الحاليه اللي احنا فيها في الحياه. وكمان اتفتح لنا هنا روم جديده اللي هي الورد. الورد بيسكلي اللي هو زي غرف التنويم اللي بيبقى فيها سراير وكده، ان المرضى يقعدوا فيها كذا يوم، مش زي كذا بس يدخلوا يفحصوا يدخلوا ياخدوا الدواء ويمشوا، لا الورد اللي هو بيسكلي بيبقى فيها سراير وكده. بس يا انا هوقف الفيديو كده النهارده، والمره الجايه طبعا هنكمل الحاجات دي كلها ونكبر المستشفى اكتر and what not. قولوا لي كده في الكومنتس لو عجبكم الجيم وعجبكم الفيديو بشكل عام، وعاوزيني اكمل في الجيم دي ولا نو خليني في ذا سيمز وما اطلعش لحاجه تانية. يا قولوا لي رايكم في الكومنتس، وكمان قولوا لي اقتراحات لو حد منكم بيلعب الجيم دي او اوريدي عنده خبره فيها، قولوا لي اقتراحات او تيبس او تريكس، لاني صراحه يعني كل خبرتي عنها اللي هو الجيم اللي انا لعبت اللي لعبته شويه قبل دوت بس عشان اجرب الجيم، ما شفتش فيديوز عنها ولا اي حاجه. سو ليت مي نو لو تعرفوا اي حاجه عنها، لو عندكم تيبس اند تريكس اند وات نوت. ويا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير، ولو انتم جداد اعملوا سبسكرايب في القناه عشان نكبر القناة. أنيا هشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. باي.